السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي طريقة تسمية حسب الكود السيمافوري، إن أنا أبدأ أشوف تسمية المشروع، هبدأ أقسم مثلا الأقسام بحيث إن أنا أول ما أشوف المشروع أعرف ده تبع إيه بالظبط. تمام، يعني أول جزء ده تعريف المشروع، البروجكت أي دي والأسر، وحسب بقى أركتكشر ولا سيفل إنجينير ولا إلكتريكال إنجينير، وبعد كده الزون لو أنا عندي أكثر من زون. هنا ده مثلا اول اصدار او تاني اصدار او تالت اصدار اللي هو الفيرجن، وبعد كده تقدر تعرف حاجه مثلا متفقين عليها ولكم مثلا رقم الدور او اي حاجه. تعال نشوف مثال على دوت. تمام، هنا اقول له مثلا الاف اس دي دي، الاف اس اس دي اللي هو هنا هتلاقيه فاير سيفتي اند شيلتر ديبارتمنت. تمام، ده خاص بالفاير سيفتي. ده تايب اوف فيو الاف بي، الاف بي هنا الفلور بلان. طيب الفيو نيم ده الدور الاولاني، الميزانيه مثلا البيزمنت السكشن،